طيب دكتور صوفيا، هنا حلقتنا بما انها عن السفر والمشي، عايز اعرف هنا لما حد فينا يحلم بقى ماشي او جاري او بيجري، يعني هنا بيكون التفسير ايه؟ او التفسير بيكون احسن ان هو يحلم ان هو راكب مثلا وسيله للسفر، ولا انه بيجري احسن، ولا المشي؟ انهي بتكون الرؤيه اللي بتكون سليمه او بتكون تفسيرها خير لصاحب الحلم؟ بصي، هو عاده السفر فهو حلو قوي في الرؤيه، هو معناه انتقال من حال لحال، وخصوصا لو كنت سافرتي بلد فيها يعني نفسك تروحيها او بلد معروف عنها تميزها بحاجه معينه، فده معناه ان انت بالفعل هتزوري يعني مثلا بلد معروف عنها سياحيا، فده معناه كده ان انت السفر ده انتقال من حال لحال، حياتك هتتغير وهتروحي تسافري للنزهه، فمعنى كده ان في فلوس داخله عليكي، احنا بناخد المعنى الباطني وليس الخارجي، فهمتيني؟ فمعنى كده اضافه رزق ليكي، ده بالنسبه للسفر. لو شفت نفسك في مطار طيران كده فده معناه برضو سفر بس منتظر لسه يعني، لان في المطار انتظار، فده معناه جاي لك سفر بس لسه. لو شفت نفسك بتمسحي الارض ده معناه سفر برضو، لان سمي المسيح لانه مسح الارض سفرا، فده سفر. خدتي بالك؟ الهروله، يعني الهروله اللي هي تمشي، ولا انت بتجري ولا انت ماشيه، فيها كده يعني شويه بيمشي بس بيمد مثلا، زي اللي في الصفا والمروه. ده معناه ايه بقى؟ معناه ان يعني النصر ليكي والغلبه ليكي، فاهماني؟ الحته المنطقه اللي في الصفا والمروه بيهرول فيها الرجال مش النساء، ده معناه ايه؟ ان هم بيتقوا شر المكان اللي عدت فيه طايره ابابيل، خدتي بالك؟ فهو ده بيبقى امن وامان من اي شر حواليك.